لنستكمل هذا المثال، زي ما قلنا أنه عندي عدد عناصر فضاء العين 36، وإذا كان المجموع 9 من ينتج من الأزواج المرتبة 3 و6 4 و5 5 و4 و6 و3، إذا احتمال الحادث E أنه getting sum of 9 هو أن الـ E على أن الـ S، ويساوي 4 على 36. في شغلة بحب أذكر فيها دائما طلابي هون، أنه إذا كان عندي أنا حسبت لاحظوا الجواب 4 على 36، لكن إذا باجي على الدائرة مش بلاقي ولا واحدة. للأسف في طلاب من طلابنا بروح يقول لك والله إيش بتكون مثلا نن ولا واحد من هذول المذكورة. لا، أنت حاول بس يطلع عندك الجواب تبسطه لآخر خطوة. شايف هون لو وقفت هون عند 4 36 فولا جو واحد موجود، فبقول يا دكتور السؤال غلط أو الجواب مش موجود. لا، حاول تبسطه يا ابني لأبسط صورة. هون 3 unbiased coins are to send. Unbiased coins يعني قطع النقدية المتآلف المعروفة عندنا لها وجهين صورة وكتابة. What is the rarity of getting at most two head؟ إذا رميت قطعة النقد 3 مرات أو 3 قطع مرة واحدة فعندنا نفس السامبل سبيس، بقول لك شو احتمال يطلع عندي at most على الأكثر two heads. على الأكثر two heads يعني إما two أو واحد أو ما فيش ولا head. فنيجي عناصر السامبل سبيس، زي ما انتم عارفين 2 و3 يساوي 8، هذه الموجودات امامكم. والحادث اي اوف جيتنج ات موست تو هيد، فمن عندنا نكتب الحادث اي ات موست تو هيد. هون عندي ولا هيد 0 هيد، هون عندي 1 هيد، هون عندي 1 هيد، هون عندنا 1 هيد، عندي هون 2 هيدز 2 هيدز اند 2 هيدز. واضح يا شباب؟ قلنا هون 1 2 3 4 5 6 7 8، وعندنا هون 1 2 3 4 5 6 7. إذا احتمال الحادث E يساوي عدد عناصر الحادث E على عدد عناصر فضاء العين، وهو 7 على 8. ولا يكون عندنا كلاس 15 طالب و 15 ولد و 10 بنات. 3 students are selected at random، اختاروا 3. إذا دائما انتبهوا يا شباب شو اللي بيختاروا، العدد اللي بيختاروا. The probability that one girl and two boys are selected is، إذا بقول لك إذا عندك 15 ولد و10 بنات اخترت منهم 3، احتمال يطلع عندي ولد واحد وبنات 2، شو بيساوي لنا؟ يجي على السؤال. هون عرف السامبل سبيس، let us be the sample space and E be the event selected one girl and two boys. شو بنلاحظ عندنا هون؟ عدد عناصر السامبل سبيس، number of ways of selecting 3 students out 25. لاحظوا يا شباب عندي هون 15 ولد و10 بنات، مجموع عناصر فضاء العين قديش؟ 25. فبدي اختار منهم لجنة ثلاثية، بكم طريقة اختار 3 من اصل 25؟ هنا 25 سي 3 بطلع عندي 2300. عدد عناصر الاي اني اختار ايش الاي شو عرفها؟ 1 girl and 2 boys بيساوي لنا 10 سي 1 ضرب 15 سي 2، وبيطلع عندنا جواب 1050. الان احتمال ان اختار ولد بنت واحدة واولاد 2 يساوي لنا هذا المقدار 21 على 46. لاحظ زي ما حكينا قبل شوي انه حسبت طلع عندي هذا الرقم 1050 على 2300، لكن من ضمن الخيارات هون ولا واحد فيهم، فرجاء انك تبسط السؤال لاخر حل، وخصوصا انه راح يكون عندنا خيار نن. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا المثال ايضا شبيه فيهن. A bag اللي هي شنتي contains 4 white 5 red and 6 blue balls. 3 balls are drawn at random from the bag. The probability that all of them are red. يقول لك عندك شنتي فيها عدد عناصر فضاء العين 4 و5 و6 اذا 15 كره من الالوان ازرق احمر وابيض. سحبنا 3 كرات عشوائيا، شو احتمال ان يطلع عن 3 حمر؟ لاحظوا هون نرجع بنعرف عدد عناصر فضاء عينه، ما بقول والله مجموعها 15، لا، هون بصير عندنا بشكل التالي ان ذا لاست نمبر اوف ويز اوف دروينج 3 بولز اوت اوف 15. اذا عدد طرق اختيار 3 كرات بشكل عام من ال 15، ويساوي لنا 15 سي 3 ويساوي لنا 455. الان عرف الحادث ايه
انهن الثلاث يكونن ايش؟ حمر. برجع عدد كرات حمر كم هن؟ خمسه. بدي اختار منهن ثلاث، اذا بكم طريقه بختار ثلاث من خمس كرات حمر؟ هي 10. اذا احتمال حادث اي يساوي ان للاي على ان للاس، ويساوي 10 على 455، ويساوي 2 على 91. ايضا احيانا مشان يعني نشوف دقه الشباب نكتب 2 على 91 و91 على 2 مشان خربطه الطلاب. بديهي بس يكون صرف عن احتمال، ما في عندي 91 على 2 لان دائما الاحتمال هو اقل او يساوي الواحد. فبتنتبهوا لهي الشغلات بالامتحان المتعدد، اختيار المتعدد. هذا السؤال ايضا ما في عندنا اي شيء، هذا نفس المثال الذي بالاعلى. أتمنى من الله أن تكون الأمور واضحة بالتباديل والتوافيق والاستخدام لقوانين الاحتمالات استكمال للأمس. وإذا في شيء مش واضح احنا راح نكمل بالمحاضرات القادمة إن شاء الله، نأخذ بعض الأمثلة على نظرية بيز والاحتمال الشرطي. وفقكم الله ويعطيكم العافية.